في اليوم العالمي للمرأة إشادات كبيرة بدور المرأة العراقية في الواقع ودعوات لإنهاء ظاهرة العنف ضدها. حادث مروري في بغداد في أحد شوارع بغداد الفرعية، النتيجة إصابة امرأة وطفلة. حملة محب الفقير ورابطة عون الفقراء النسوية يستمرون بتوزيع المساعدات العينية للعوائل المتعففة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي شاشة الفرات الفضائية اللي تابعونا أيضا على المنصات اللي دائما تظهر على يميني تواصل، ودائما أنا أذكر بهذه التفاصيل، التواصل حصرا مع البرنامج على الرقم اللي يظهر بأسفل الشاشة. مبارك لكل نساء العراق باليوم العالمي للمرأة، مبارك للمرأة العراقية ودورها الكبير في كل المجالات، فهي فعلا الأخ، المربية، سيدة المنزل، المعلمة، المدرسة، الطبيبة، المهندسة، الأستاذة، المبتكرة والمبدعة والمساندة بكل شيء. قليل ما يقال في حق المرأة وخصوصا المرأة العراقية. في جبهات القتال ضد الإرهاب لدينا خير نماذج ونماذج يحتذى بها، كان لها دور بارز، بعضهن استشهد في مواجهة الإرهاب. دور المرأة العراقية كبير وعظيم في كل المجالات، وأيضا هنالك جانب آخر، موضوع العنف اللي تتعرض له المرأة. هذه المواضيع احنا بعد قليل إن شاء الله راح نناقشها مع ضيفتنا لهذا اليوم، ضيفة صوت عراقي في هذا اليوم المميز وهو عيد المرأة. راح تكون معانا الآن الدكتورة انتظار العظيمي، هاي للتأكيد طبعا، الآن موجودة. طيب دكتورة انتظار العظيمي رئيس منظمة الصحفيات بلا حدود. دكتورة السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. دور المرأة العراقية يعني ما نقدر نحصره في جانب، وقليل حتى ما يذكر بحق هذه الإنسانة العظيمة، دورها بالجانب الأكاديمي. بداية مبروك لكل النساء العراقيات هذا اليوم الجميل واليوم التاريخي حقيقة. إن شاء الله يكون يوم خير وسعادة وأمن وأمان على كل النسوة في العراق العظيم. المرأة العراقية الحمد لله أنه هي أخذت حيز كبير في مجال الأكاديمي. اليوم هي أستاذة جامعية، هي مدرسة، وهي معلمة، وهي مربية لأجيال فاضلة. حقيقة نطمح أن يكون هناك دور أوسع للنساء العراقيات في تقدم العراق وازدهاره وخلق جيل واعي يقود البلد إلى بر الأمان. طيب هذا دورها الأكاديمي، أدوارها الأخرى اللي تمارسها وخصوصا ناخذ خير نموذج ومثال، خلينا ناخذ على وجه الخصوص المرأة العراقية. نعم، دورها بشتى الميادين والمجالات. النساء العراقيات، خلينا نبدي من الأم العراقية، النخلة العراقية، زهرة العراقية. يمكن الزوج يذهب إلى العمل، لكن الأم اللي هي تبقى بالمنزل، وحتى الأم الموظفة، الأم الكادحة، هي من تبدأ بتربية الأسرة. وبذلك النساء تجديهن مبدعات، يتحملن عناء البيت، يتحملن عناء الوظيفة، وبنفس الوقت تلاقين أنه البيت مكتمل من كل النواحي، تعلم أولادها، تعلم أطفالها، الرجل يعتمد عليها في إدارة منزله. فأتمنى أنه يكون هناك اعتماد على المرأة في إدارة الدولة العراقية بصورة عامة. نعم. في كل الميادين. يعني نجد أنه أكو دول في كل دوائرها نساء. نعم. من يقودون الدوائر، سواء على مستوى صنع القرار السياسي، يعني أو على مستوى العراق الإداري. ربما العراق بدأ يخطو هذه الخطوات دكتورة.
احنا نطمح انه انا اعتبر الكوتا للنساء اللي هي 25% بالناحيه السياسيه اعتبرها ظلم للمراه العراقيه حقيقه. المراه العراقيه اذا كانت بدون كوتا فانا متاكده راح تجيب نسب كبيره. وحتى يعني على المستوى الحالي الدوره الاخيره كان عندنا مو 83 تتعرض لها المرأة بشكل عام، كيف يعني تقيمون هذا الموضوع؟ ما تحسون أنه أكو تراجع بموضوع العنف؟ أحكي عن العراق. خليني أنتقل للعنف بصورة عامة للنساء بصورة عامة. في كل الدول هناك عنف للنساء، بكل الدول ليس بالعراق فقط. صح. على مستوى التشريعات احنا ما عندنا قانون يعني يحد من العنف ضد النساء. عندنا اتفاقيات موقعها العراق انه يحد من العنف، مناهضة العنف ضد المرأة. لكن كقوانين مثل قانون العفو الأسري لحد الآن ما تشرع هذا القانون، قرأ قراءة أولى وقراءة ثانية لكن لم يشرع لحد الآن قانون العنف الأسري لسبب بأشياء يعني ما تتوالم مع العرف والعادات والتقاليد في مجتمعنا. فتوقف هذا القانون. لكن أنا أعتقد العنف اتجاه النساء هو مهمة السلطة الدينية أو العرف الديني أو الدين الإسلامي. يعني إحنا دولة إسلامية، دولة ديننا هو الدين الإسلامي. القانون إذا ما شرع فهذه مهمة علماء الدين ومهمة منابر الجمعة. وأعتقد دكتورة اسمحي لي حضرتك أنه هذه المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المؤسسة الدينية. هذه المسؤولية أعتقد ومن وجهة نظري وأحترم كثيرا وجهة نظركم، أعتقد أنها مسؤولية تكاملية. بالضبط. احنا بدنا نتحدث عن قوانين ما شرعت، وبالتالي اذا ما شرع القانون هذا وتلكئ هذا القانون اللي ممكن انه يحمي النساء من العنف، اكو جانب اخر ممكن انه هو ما راح يتاخر بالتشريع. اللي هو المؤسسه الدينيه. يعني اذا كان توجيه للمؤسسه الدينيه من العلماء الدين انه في خطب الجمعه فقط كلمه مراعاه للنساء، يعني عدم تعنيف النساء.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، القرآن الكريم أوصى بالنساء. هذه التوصيات كثيرة، هذه التوصيات كثيرة حضرة الدكتورة، ونسمعها دائما، وتأكد عليها مراجع الدين العظام يأكدون عليها، وأيضا في السنة النبوية وما ورد عن آل البيت عليهم السلام. نحتاج إلى حملة، نحتاج إلى حملة حقيقية لإنهاء العنف ضد النساء. نعم. حتى نكون إحنا أول بلد إسلامي نعلن أنه إحنا ما عندنا عنف بالنسبة من الرجل للمرأة، أو من المرأة للمرأة، أو للرجل للرجل. نعم نعم. بالنسبة للمرأة حتى تمكن ماذا تحتاج؟ أول شيء التعليم، التعليم والتمكين المادي. إذا تمكنت المرأة من التعليم تمكنت من الناحية المادية، وبالتالي أعتقد أنا أنه تعليم المرأة يعني راح توصل إلى مرحلة أنه هي ما تعنف، راح تكون يعني واعية لدرجة أنه هي تتصرف بحكمة، وما توصل لمرحلة أنه تخلي شخص يجي يعنفها، توصل لمرحلة من الوعي، مرحلة من الثقافة، تعرف كيف تتصرف، وبنفس الوقت هي راح تتمكن ماديا انه هي ما بحاجة انه هي تنتظر ان فلان من الناس او زيد من الناس هو اب او اخ او زوج انه هو راح يعطيها احتياجها المادي. واغلب العنف ده يصير هو بسبب المادة، اما انه المرأة تطلع تشتغل او انه مثلا هي محتاجة مصرف مادي، وبالتالي راح يصير عنف عليها. لكن اعتقد انه المرأة اذا تعلمت وتمكنت يعني ماديا، نعم بطالة. تعليم مع التمكين المادي اعتقد راح يحد هواي من حالات العنف في المجتمع. طيب بعد هذه السنوات كلها والتثقيف تجاه مكانة هذه الشخصية العظيمة المرأة في المجتمع والمجتمع العراقي على وجه الخصوص، وعقد الندوات والمؤتمرات والتعريف بحجم تضحياتها، بالنسبة لنيل الحقوق بعد كل هذه السنين، ما تشوفين حضرتك أنه المرأة الآن في العراق وضعها أفضل من السابق؟ إذا نتحدث على هناك مقارنة ما بين ما في الماضي والحاضر، أكيد طبعا. والدليل أنه أنا اليوم جالسة في قناة الفرات كأنثى وأتحدث بكل حرية، أطرح معاناتي، أطرح مشاكلي، أطرح مشاكل النسوة في المجتمع العراقي. يعني هذا جزء من الحرية في من ناحية الحقوق. طبعا نجد هناك كثير من الأكاديميات، أساتذة الجامعات، كثير من الطبيبات، المهندسات، على كل الأصعدة تجدين المرأة في تطور من هذه الناحية. نعم. من ناحية الحقوق ليست كل الحقوق هي مكفلة حاليا، يعني الدستور كفل للمرأة وكفل للرجل، لكن لحد الآن ماكو قوانين شرعت تخدم المرأة على وجه الخصوص. طيب. وهذا اللي نطمح له احنا، انه يكون هناك قانون للمرأة يعني يحميها. نعم، قانون العمل بالنسبة للمرأة العاملة، قانون العمل العراقي خدم المرأة العراقية وحفظ حقوقها. حتى قانون العقوبات العراقي أيضا بجزء للمرأة، لأن هو شامل للجميع، أيضا حفظ حقوقها. لكن لحد الآن عندنا تقريبا 37 مادة بالدستور العراقي تنطي حقية للمرأة على أن ينظم بقانون، لكن لحد الآن ماكو قانون شرع للمرأة. وهذا ما نطمح لأنه يكون جزء من حقها أنه يشرع لها قانون يهتم بحقوقها. طيب ماذا توجهون في هذا اليوم إلى المرأة في كلمة أخيرة عبر منصة صوت عراقي وشاشة الفرات؟ حقيقة أقول للمرأة العراقية، أنت نخلة شامخة لن تنحني أبدا، وكل ما يمر من ظروف أكيد راح تكونين أقوى، وراح تعبرين هذه الظروف، وراح تلجئين أو تأخذين الأسرة والبيت والعراق الكبير إلى بر الأمان. شكرا لك. أنا أشكركم دكتور انتظار العظيمي، رئيس منظمة الصحفيات بلا حدود، أشكر انضمامكم لصوت عراقي دكتورة، ونورتونا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. وبالنسبة للحوادث المرورية أسبابها صحيح مرات نقول الطرق، الشوارع المكسرة، لكن بالغالب السائق قيادة السيارة بطريقة غير قانونية هي السبب. في واحدة من شوارع العاصمة بغداد البارحة السائق صدم سيارة، وسيارة اندفعت على امرأة وطالبة.
اتصال من؟ بس ذكروني، علي عبد المحسن. السلام عليكم علي. طبعا الاجراء اليوميين. علي شلونك؟ السلام عليكم. عليكم السلام علي، اهلا ومرحبا. ربي يوفقك وشكرا على قبول الاتصال، وهذا يدل على طيبك واهتمامك في الشريحه. الله يسلمك علي، هذا من واجبي واعتذر لان يمكن تاخرت فتره. لا لا بالعكس، هذا من طيبكم، وسابقا ما يعني قدمتونا هواي خدمات يعني. هذا من واجبنا يا علي، هذا من واجبنا. علي سولف، انتم وين اجراء؟ شنو وضعكم؟ بالبدايه شفت احنا اجراء 2020 2021 2022. زين. احنا اليوم نتكلم بصوره عامه، ما اتكلم انا فقط محافظه الناصريه. نعم. نتكلم بصوره عامه، وكل العراق لهم حق وكل الشباب لهم حق. شفت احنا مثل ما تعرفين الامن الغذائي من قرر يعني بديل الموازنه. فقره موجوده، فقره واضحه جدا. وهي تحويل العقود الى اللي عنده خدمه سنتين، تحويل العقود الى تثبيت الملاك، وتحويل اجراء اليوميين الى عقود 315. نعم. حتى العقود حولوهم، المحاضرين ثبتوهم، البقيه بقت هذه الشريحه قاموا يواطنون بها، يسوقون بها. كل يوم واحد ناشدنا اشكال ونوع، ناشدنا مثل كلهم النائبين كلهم. ان شاء الله انتظروا احنا وياكم، احنا بس وعودات لفين هذا الاجراء بالعراق. احنا نطلب من حضرتكم، نطلب من انت علي، على انت وين بالضبط شغلك علي؟ احنا بلديات ذيقار. بلديه ذيقار. بلديات ذيقار. نعم. انتوا اصلا حتى راتبكم مبلغ كلش بسيط. الله شاهد يعني الله شاهد يعني المبلغ 120,000، اكو بهم حتى يعطون 50 90 100 كلش يعني 150، ومع ذلك اجازه راتب مثلا يطلب اجازه مريض شيء راتب ينقطع، اليوم اللي يغيب به يعني ينقطع. يعني ما لكم يعني حق باجازات، ما لكم حق باجازات زمنيه مثلا، اجازات يوميه. كل حق، كل حق يعني. لكن بالمقابل انتم تداومون بشكل حالكم حال الملاك. حتى الجمعه، وفين ازيد من الملاك الله شاهد، نداوم ازيد من الملاك، لان احنا انا واحد من الاجراء انا متحمل مسؤوليات يعني ما رواتب. زين. مال تشغيل رواتب ويعني شغل مال رواتب، يعني اشتغل من 8 ل 2 ونص بصمه. الله يساعدك. وغيري 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 الله شاهد. ايش قد تقريبا عددكم انتم اللي يعني نفس حالتك؟ احنا يعني تقريبا احنا بس من بلديات ديقار يعني جزينا 2500. هاي ديقار، اما بقيه المحافظات يعني ما اعرف. زين، ماكو اي نيه تثبيتكم؟ انتم تواصلتوا مع الجهات الخاصه بكم؟ تواصلنا، تعرفين بس وعودات وبس ها اجراءات، وان شاء الله انتظروا ان شاء الله خير، ولحد الان كل شيء ما صار من الامن الغذائي لحد هذه اللحظه. يعني ايش قد تقريبا؟ نطالب والله من الامن الغذائي اللي هو دائما كذا مطلع عليه ست. نعم صحيح، بس اقصد بالسنه تحديدا 21؟ 21 21 لحد هذه اللحظه حولوا لجوارانا، جوارانا 2021 بالنفط حولوهم. والله شنو عندكم سند قانوني ما اعرف شنو، يعني احنا عندنا اوامر اداريه من البلديه لو ما احتاجتنا احنا كلها خدماتنا. طبعا بس احنا الموجودين بجراء اكثر من الملاك جاي نشتغل. يعني حتى من عددهم. نعم. موجودين. علي اني اوعدك انه راح نسوي رساله خاصه بكم حتى ناخذ الموضوع بشكل اكثر تفصيل. باذن الله. وراح الايام القادمه ان شاء الله، الاسبوع القادم اذا بقينا وبقت الحياه ان شاء الله راح نضوي على موضوعكم اكثر يا علي. اذا حاب توجه مناشده او كلمه تفضل قبل لا اختم الاتصال. اي والله، اي والله ناشد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اللي هو قال انا ان شاء الله اقرا على هاي الملفات واغلقها بيدي، وسابقا من كان نائب هو نفسه قدم بينا كتاب من كان بمجلس النواب، قدم بينا على الاجراء مال 2020 2021 2022 يعرفوا بينا كل الجهات.
ان شاء الله ناجله وان شاء الله ما يقصرون يعني. ان شاء الله وان شاء الله هاي المناشده توصل يا علي. الله يوفقك. انا اشكرك. بالعكس بالعكس هذا واجب هذا واجبنا. اشكرك علي. اشكرك علي شكرا. حملة محب الفقير وأيضا رابطة نسوية لدعم الفقراء كان عندهم نشاط لتوزيع المساعدات على العوائل المتعففة. وطبعا كل ما يعرض في صوت عراقي نبقى احنا نتابعه والمشاكل اللي تطرح في صوت عراقي الى ان تحل. بصراحه ترد لبريد البرنامج الكثير من المشاكل تطرح على مسؤولين والحمد لله والشكر تجد طريق للحل. من القضايا اللي وصلتنا مناشده لشاب الشاب صادق احمد حسن زامل وصلت لبريد صوت عراقي. بصراحة شخصيا وإحنا في صوت عراقي توجهنا للجهة اللي المفروض ينسب إلها الأخ العزيز صادق، لذلك استجاب الأستاذ المهندس حامد الفرطوسي مدير عام قطاع البنوك فرع الصدر شركة توزيع بغداد لمناشدة الشاب ورفع المظلومية والحيف ومساعدته. بصراحة كان أكو ظرف معين فالرجل مع حفظ المقامات والألقاب استجاب والحمد لله والشكر. يعني شفنا النموذج الطيب اللي احنا دائما نتكلم عنه، النموذج المسؤول اللي على قدر المسؤولية. لذلك شكر وتقدير للأستاذ حامد الفرطوسي مدير عام قطاع البنوك فرع الصدر شركة توزيع بغداد، وشكر مني شخصيا. وأكون سعيدة جدا من أشوف المسؤول فاتح بابه ويستقبل شكاوى مظلومية الناس أيضا. نحييهم ونشد على كل الأيادي الطيبة اللي تمد إيد العون لكل من يحتاجها. شكرا جزيلا. ينتهي صوت عراقي. تحياتي واستوديو البث المباشر قيصر سالم مخرج حلقتنا لهذا اليوم، محمد الحسن بالإعداد. تحياتي واستوديو البث المباشر. السلام عليكم ورحمة الله.